اليوم سنتطرق إلى موضوع الجراحة التجميلية، فلطالما شكلت هذه العمليات الحل الأنسب لمعالجة التشوهات الناتجة عن الحوادث أو الحروب، إلا أننا مؤخراً أصبحنا نرى إقبالاً واضحاً على هذه العمليات ليس فقط لأغراض طبية بل لأسباب تجميلية، خصوصاً عند فئة المشاهير. إلا أن هذه العمليات لا تتكلل دائماً بالنجاح، انظروا ماذا فعلت هذه العمليات بمشاهير عرب وأجانب. بعد مشاهدة هذه الصور، هل ستقبلون على إجراء العمليات التجميلية؟ شاركونا آراءكم.